بدأنا مسيرة الزمن الأربعين لهذا العام 2022 ونحن نصغي إلى صوت السيد المسيح في أربعاء الرماد يدعونا إلى عيش صادات ثلاثة وهي الصوم والصلاة والصدقة، ونضيف إليها في هذا العام صادا رابعة وهي صاد الصبر. نصلي من أجل المسنين والمرضى والمصابين بمختلف أنواع الأمراض وبالأخص الكورونا التي لم تغادر البشرية بعد. نصلي من أجل كل إنسان يحمل صليب الكورونا والأمراض في هذه الأيام، لكننا نصلي في هذه الأيام من أجل السلام أيضا، وبخاصة لكي يسكت الرب بقوته وشجاعته وأبوته أصوات الحرب والسلاح والتهجير والتقتيل في العالم أجمع، وبالأخص في هذه الأيام بين روسيا وأوكرانيا، لترتفع صلوات المؤمنين المحبين من تحت الأرض في أوكرانيا ومن الملاجئ لكي تصل إلى أذني رب السماء فيرسل مطر السلام عليهم وعلى البشرية جمعا. كل عام وأنتم بخير.